صرنا نستقبل معنا باستديو نور طايع دكاش، اهلا وسهلا فيك نور، وايضا المهندسه نداش حادي، اهلا وسهلا فيكم بصباح لبنان. حضرتكم موجودين معنا. اول شيء نحكي عن كتابك اللي بيحمل عنوان في داخلي قوس قزح، وندى كمان كتابك اللي بيحمل عنوان اسرار الماء والهواء. بالبدايه بنبدا معك نور، كتاب في داخلي قوس قزح، هذا اول كتاب لك بتكتبيه، ليه اخترتي بالبدايه انه هالكتابه تكون موجهه للأطفال؟ الأطفال هن المستقبل. نعم. وأنا بطبيعتي كتير بحب أشتغل مع الأطفال، وبعتبر أنه عن جد الأطفال قد ما أنت عم تعطيهم قد ما عم تأسسي لبعدين. نعم. فهذا الكتاب موجه للأطفال بالمبادئ الأولية بالإزوتريك تيبلشوا هن يأسسوا لحالهم بعدين. هذا الكتاب هو مستوحى من كتاب علم الألوان الأشعة اللونية الكونية والإنسانية. مزبوط. خبرينا أكثر عن الكتاب، عن من شو استوحيتي، شو بيتضمن، يعني شو هن الرسائل والمسجز اللي موجودين بقلب الكتاب للأطفال؟ الكتاب هو من سلسلة فرسان علوم الإزوتريك. نعم. والكتاب مثل ما ذكرت مستوحى من كتاب الألوان للدكتور جوزيف مجدلاني. نعم. دكتور جوزيف مجدلاني هو مؤسس علوم الإزوتريك، وله كل الفضل أنه نحن عم نكتب هول الكتب. نعم. فالسلسلة فرسان الإزوتريك هي سلسلة جديدة هالسنة تم إصدارها، وكتابة بيحكي عن أم حامل. نعم. عم تحكي مع بنتها المنتظرة، وعم بتعرفها على العوالم الخفية الموجودة بداخلها. نعم. عم بتعرفها على عالم الألوان اللي فيها، وبذات الوقت عم بتبلش تحضرها تتجه على الأرض. يعني الولاد هنا وعم بيقروا الكتاب بيتعلموا عن الألوان، بيتعلموا عن الأمومة، بيتعلموا عن أمور كثيرة، يعني بيقدروا. أكيد. وسهل قراءة. أكيد. الكتاب سهل، وبيحتوي كمان، خلينا نشوف شوي، حتى الكفر تبعه كله ألوان، عبارة عن قوس القزح. خبرينا أكثر عن التصميم، حضرتك كمان صممتي غلاف الكتاب، خبرينا أكثر عنه. نعم، هو الكتاب مثل ما ذكرت بيحكي عن قوس قزح، فكل الرسومات وكل الداخل الموجود فيه بنم عن جد على الروح والالوان اللي احنا عم نحكي عنه، لانه الانسان هو مكون من 7 عوالم خفيه، نحن للكبار بنقولهم اجسام باطنيه، الازوتيريك بيعرفني. نعم. عنه، فكلهم بيرمز لجسم باطني، لعالم خفي. إذا بدنا أكثر نتوسع بالغلاف الأحمر. هو بيرمز للجسد. نعم. البرتقالي بيرمز للهالة الأثرية، للأورا. الأصفر بيرمز للمشاعر. نعم. والأخضر للفكر، الأزرق للمحبة، والنيل للإرادة، وبنوصل آخر شيء للبنفسجي هو للروح. فهول 7 ألوان هن عبارة عن شو في بداخل كل شخص منهم. والكتاب عبارة عن قصة تحكى، يعني. نعم. في تسلسل أحداث ولا لا كله تفسيرات؟ لا، هي أم عم تحكي معها، عم بتناقشها لبنتها المنتظرة. المنتظرة. نعم. وبتحكي كمان، يعني البي كمان موجود بهذا الكتاب، يعني. نعم. ما ذكرت عن الأمومة. هو الكتاب كمان بيحكي عن أهمية العائلة. نعم. والدفء والمحبة والحب. برأيك الأولاد بعدهم بيهتموا أنهم يروحوا، أو أهلهم على القليلة بعدهم عندهم وعي أنه نشتري كتاب لأولادنا كرمال يتثقفوا من خلاله؟ اليوم بعالم العصر المتطور، آيباد موجود وين ما كان، كمبيوترز كمان، هل برأيك بعدهم الأهل هالقد عندهم دفع كرمال يشتروا كتب لأولادهم ويقروا؟ مثل ما ذكرت، الأهل لأن هن الأساس، يعني الأولاد شو بيشوفوا أهلهم عم بيعملوا ساعتها هن رح يعملوا. فما فينا نعمي بنقول ما بقى حدا عم يقرا، لان بعد في كتب عم تطلع وفي اصدارات والعالم عم تقرا. نعم. بس هو البدء كل شيء بالاهل، حسب الاهل كيف بيزرعوا باولادهم. نعم. الاولاد بيحصدوا. ندى، حضرتك كمان كتبت كتاب، كتابك بيحمل عنوان اسرار الماء والهواء، حضرتك كمان حائزه على شهاده ماجستير باداره المشاريع الهندسيه من الجامعه الامريكيه ببيروت، وبصدد انهاء ماجستير باداره الاعمال من جامعه كامبريدج ببريطانيا، يعني بين هذا العالم وعالم الأطفال في هو شوي بتفصل بيناتهم، ولكن شو اللي دفعك تتكتبي لعالم الأطفال؟ أنا قبل كتاب أثر الماء والهواء عندي إصدارات ثانية، صح، وإصدارات شعرية كمان، علوم الإزوتريك، وفي عندي ديوان شعر كمان. هلا أنا عندي 3 أولاد. نعم. وكوني أنا طالبة إزوتريك صار لي زمان، يعني، وباحثة في علوم الإزوتريك، حسيت أنا انه لازم يكون في اصدار بلغه الاطفال تنقدر نوصل هالمعرفه الحلوه، هالمعرفه اللي بتفيد الانسان، مثل ما انا استفدت منها، كمان نبلش نحن نبني للاطفال، لانه هن حيكونوا اذا بدك حمله المشاعر بالمستقبل. نعم. المستقبل لهم مثل ما قالت نور. فبتذكري وقت بتطلعي بالطياره بيقول لك اذا وقع صار في ضغط جوي ساعد نفسك بعدين ساعد الاخرين. نعم. هلا كان في للكبار كتب، هلا لازم للصغار لحتى لي كمان هن
ينطلقوا. خبرينا اكثر عن كتابك اسرار الماء والهواء، كمان رح نشوفه على الهواء، كمان هيك الكفر كمان بيشجع انه يقرا، كله حياه كله الوان. خبرينا اكثر عن الكتاب. كتاب اسرار الماء والهواء بيحكي، هو محور مستوحى كمان من كتاب للدكتور جوزيف مجدلاني مؤسس علم الإزوتريك، هو الإزوتريك محاضرات في الإزوتريك الجزء السابع، من عدة محاضرات منه اللي هي بتتناول موضوع الأثير أو الإيثر. نعم. هلأ موضوع الأثير تناولوا العلم من زمان، وكان في حوار وجدل من زمان بين أينشتاين وتسلا. نعم. عن حقيقة وجود الأثير، هل هو موجود أو مش موجود، أو هالشبكة اللي عم توصل هل هو شبكة هل هو مادة إلى آخره. فعلم الإزوتريك شرح شو هو الأثير، والكون الموضوع شوي إذا بدك جديد أو منه هين، حبيت أنا حطه بقالب للأطفال. هلأ الكتاب عم يشرح شو هو الأثير بس بطريقة قصة كتير مهضومة، لا تقدر يقدر الطفل يوصلها ويفهم الفكرة والكونسبت تبع شو هو الأثير. نعم. ووين موجود بحياته وشو بيفيده كمان. نعم. يعني اليوم شو الفرق بين الكتابة للصغار والكتابة للكبار؟ صراحة أنا لقيت الكتابة للأطفال فيها تحدي من ناحية دي بيقدر الواحد يبسط المعلومات، يحط كرياتيفيتي، وأهم شيء تقدر تجذب الطفل، لأنه الطفل بيزهق إذا ما حس أنه في شيء كتير عم يجذبه أو كتير عم بيخليه يتساءل أو يشجعه أو يصير له هالفضول اللي عنده بده يزهق. فكان هيدا هو التشالنج. وأنا مثلا زكي هو بطل القصة، واحد من أبطال القصة. نعم. هو أمير مملكة المعرفة، وهو مثل ما بيذكر على طول بتتكرر أنه هو اللي بيعرف كل شيء وعنده جواب على كل سؤال. نعم. وفي عندك البطلتين التانيين اللي هن الأساسيات، كارلا وكلارا. نعم. اللي هن واحدة أميرة المي وواحدة أميرة الهواء، وبتسائب أنه بيعزمهم على عيد ميلاده، وبس هن يعني يسلموا على بعضهم بيصير في مثل سباركلز وبولين يطلعوا وهن بينقذوا. فهون بتبلش القصة وبتبلش الأحجية، وأنه تيفهموا ليش هيك، ليش هيك صار، من خلال أبطال القصة، من خلال أبطال القصة تنفهم أميرة الهواء وأميرة المي وليش كتير بيشبهوا بعضهم، وليش عم بيصير فيها هالسباركل لما يلتقوا ببعضهم. نعم. فالكتاب من هيدا المنطلق بيشرح المي والهواء وبيرجع بفسر. لا مش رح اقول شو ال طيب خلي شويه حماس ليقروا الاولاد. ذكرت بالبدايه وحكينا انه حضرتك عندك كتب، عندك ثلاث اصدارات بالاضافه الى ديوان شعري، يعني اصعب الواحد يكتب للطفل لانه بده السهل اوقات اصعب من الكتابه والاسترسال بالافكار، يعني لانه الولد بده يكون شوي بدك تبسطي له الامور اكثر وتوصلي له المساج. عدا عن الكتاب كمان بيحتوي على صور، قد ايه ساعدك هالموضوع؟ وين لقيت الصعوبه بالكتابه؟ الصعوبه كانت اني انا اقدر احط الفكره بقصه، وهالقصة وهالفكرة حط لهم صورة كمان. أنا اللي رسمي الرسومات تبع الكتاب، فهيدي كانت هي الصعوبة الكبرى، أني أقدر بسط معلومة أنا بفهمها لطفل عمر 8 سنين يقدر كمان يستوعبها. نعم. وهيك نحن منقدر كمان أنه المعرفة اللي هي كمان هي كبيرة كيف عم تتبسط لنا نحن من خلال كتب الإزوريك لنا للكبار كمان. نعم. ليقدر كل واحد مهما كان مستواه يستفيد منه ويطبقه بحياته. نعم. ما بعرف متنينتكم إذا فيكم جاوبوني على الموضوع، قديش فعلا مفيدة القراءة على مختلف المراحل العمرية؟ يعني اليوم خلينا نبلش، إذا ما حببنا الولد من هو صغير بالقراءة ما رح يحمل الكتاب معه بالمستقبل، ونفس الشيء إنه تترافق ويختلف المستوى من عمر لعمر، قد بفيد الشخص من خلال تجربتكم لأنكم حضرتكم كتاب وباحثين بالموضوع؟ تفضلي. أنا شوف بعتبر شغلة كثير مهمة ذكرت نور، شغله كثير اساسيه اللي هي انه اطفالنا هن مرايه لنا، فانا اذا بدي اطفال يقروا لازم انا فرجين اني انا عم بقرا وانا بحب المطالعه وبهتم بهالشغلات هيدي. هلا ذكرتي قبل شوي انه في بدها تعلمنا التشيكن تندوري. صح. نحن اذا بدنا نعطي اطفالنا على طول الايباد او الفيديو جيمز ليلعبوا مثل اللي نحن عم نطعميهم جانك فود، هالشغلات لازم يكون فيها توازن. الكتاب المفيد للشخص للطفل هو مثل
الأكل الصحية للفكر وللمشاعر وللكيان ككل، وحتى بتهذب الشخصية، لأنه القراءة بتعلم الهدوء، بتعلم الاحترام وتقدير الآخر من خلال تقدير قديش حتى الكاتب مجهود. نحن بضل الواحد يحضر طبخة ساعة ليجمع الانجريدينس ويحط المقادير ويشتغل، وبناخد 5 دقائق لناكلها. صح، نحن بنقدر هيدا الشيء نتيجة طعمتها وقديه بتأثر. نفس الشيء اللي بالنسبة لقراءة الكتب. هلا بركي نور بتخبرك عن المراحل العمريه. تفضلي. القراءه مثل ما ذكرت زميلتي هي عن جد هي بتستحز الفكر بكل مرحله، يكون عم بيتطور وعم بياخذ ويكتسب معلومات اكثر. نعم. فبهالاطار القراءه كثير مهمه. ما بركي نور بتخبرينا شوي اكثر عن موضوع الايزوتريك، خبرينا عن سلسله الفرسان الايزوتريك. اكيد، هي علوم الايزوتريك علوم تاسست من قبل، سلسله فرسان الايزوتريك تم هلا الاصدارات. علوم الايزوتريك هي فن اتقان العيش بكل امور حتى مع الصغار الاطفال. فسلسله فرسان الايزوتريك بتحكي عن عده مواضيع. زميلتي مثل ما هي عن اسرار الماء والهواء، عنا عن الالوان، في كمان في كتب غير طلعت بالسلسله بتحكي عن الطبيعه، بتحكي عن اهميه الولد وقت يخلق حسب التراتبيه اللي هو خلق فيها، في امور ايجابيه وسلبيه بيكون مكتسبها، كيف نحن نعزز له اياها ونشتغل عليها تتقوى. فالإزوتريك من خلال سلسله علوم الفرسان ببسط الامور الاساسيه لا متناول الاطفال. نعم، هلا بدنا نقول انه هدول الكتب هن رح ينتهوا هون ولا لا عم تشتغلوا انكم تحضروا كتب ثانيين، وشو المواضيع اللي ممكن تختاروها؟ لا اكيد الحبل على الجرار. بالكتب الكبار صار في 100 كتاب واكثر، فبالاطفال هلا صحيح صار في بس 5 اصدارات بس بعدنا مبلشين. نعم حضرتك تفضلي. في هلا في عندك 5 كتب بسلسله فرسان الايزوتريك، ومثل ما قالت مدام نور هن انطلقوا بمعرض بيال، ورح يكون كمان بمعرض بيال الجديد. نعم. سلسله جديده ومصدرات جديده رح تتناول كل مواضيع الايزوتريك، لانه الايزوتريك بيحكي عن الالوان، بيحكي عن الارقام، بيحكي عن التطبيق العملي، الذاكره، الفكر، الذكاء، مثل ما قالت تراتبيه المواليد بالعائله، ففي الاول والثاني، بعد في كمان رح يتم اصدار للمواليد اللي هن بالتراتبيه الثالث والرابع اعتبري. وبالنسبه للمواضيع العلميه، يعني انا كمان حابه اقدم كتب جديده بتتناول مواضيع علميه محطوطه بقالب قصص كمان للاطفال. نعم. فهيدا شغفنا، ونحن يعني كوننا طلاب ايزوتريك مثل ما تعلمنا مجانا اخذتم مجانا اعطوا، فهيدا اللي العطاء اللي عم نحب نعطيه للاطفال من خلال سلسله فرسان الايزوتريك من خلال الكتب. نور حضرتك كمان حائزه على ماجستير بالاخراج والسينما، قد ساعدك هذا الموضوع بانك تبلوري الفكره اللي انت حابه توصليها من خلال في داخل قوس قزح الكتاب للأطفال؟ كمان مثل ما ذكرنا تصميم الكتاب كان لإلك كونك كنت بهيدا الدومين، خبرينا أكثر قد ايه فادك وبأي محلات حسيتي إنه أعطاك بلس أو إيجابية؟ أكيد، أنا أصلاً قبل ما أتعرف على علوم الإزوتريك مثل ما ذكرت السينما والإخراج، أنت بعالم الخفة، يعني بعالم الصورة، بعالم الألوان، بعالم الإحساس، ما عم تلمسيهم. فكتير ساعدنا أنا وعم بكتب هيدا الكتاب أقدر يتمظهر شو في براسي كتابة بالصورة وحتى بالنغم. يعني أنا وعم بكتبه كنت بتحسيها الكتاب مثل الغنية، يعني أنت بتحسيها وبتوصل للآخرين. نعم. فهذا شيء كتير ساهم أن حتى الألوان أقدر أنقل شو في بفكرة الصورة الكتاب. والحلو كمان بالكتب اللي أنا دايما بلاقيه أنه لما الواحد يقرأ بيتخيل الشخصيات مثل ما هو بيحبها، يعني هذا الشيء بيطور الخيال عند الولد. قد ايه بيفيد الولد لما يقرأ كتاب؟ أكيد الصور الموجودة بتساعده، بس هو بيكون عم يبني المشاهد غير كأنه هو عم بيألف فيلمه الخاص. قد ايه مفيد هذا الشيء بالنسبة لكم؟ كتير مهمة نحن أنه يقدر الولد اللي هو عم يقرأ بهيك سلسلة فرسان الايزوتريك سوري صح ميرسي يتخيل مثل ما قلتي، لانه تقوية المخيلة هي من ضمن عمل الفكر كمان، بس عم نحط لها اطر. بس الاهم من هيك كمان مثل ما انت كمان ذكرتي، انه نستحس الفضول الفكري، انه يتساءل الولد، لأن ما بتحطي له كل المعلومة كاملة إنه هي هيك. نعم. لا، بتحطي له إياها شوي فلو ليقدر هو كمان يشغل فكره ويشغل مخيلته
لحتى لي هالموتور اللي هو الدماغ وهالموتور اللي هو الفكر والمخيله والذكاء نقدر نعمل لهم انجيجمنت هو وعم يقرا هالقصه تيطلع بالاخير بنتيجه، لانه اذا بس قراها هيدي واحد زائد واحد يساوي اثنين ما استفدنا شيء. واحد زائد واحد يساوي اثنين، بس واحد زائد نص كمان بيساوي اثنين، ثلاث ارباع زائد ثلاث ارباع زائد نص كمان بيساوي اثنين. هالشغلات هيدي اللي هي بتخلي الولد يفكر بأوت اوف ذا بوكس بطريقه مختلفه لحتى لي يتقدم فكره ويتقدم ذكاءه، وهذا الشيء بياثر على نموه كشخصيه وككاركتر وكحضور، وكمان بالمدرسه بيتحسن اكيد. على كل حال هيدي الطريقه هي اكثر الطرق اللي عم بيتم اعتمادها بالتدريس حاليا، يعني كل الدراسات اثبتت انه اليوم او حتى المدارس او المناهج الجديده خارج لبنان، نتمنى انه تبلش تطبيقها بلبنان الا ببعض المدارس الكثير قليله، صح. عم نصير نركز على البراتيك، على خيال الولد، على انه يعني يوثق او يشتغل بالامور اللي عم يتعلمها بايده بخياله، يعني اكيد. والابتكار هذا الشيء بيعلم اكثر من انه ندرس ماده ونحفظها ونرجع نقدم فيها درس. ما بعرف اذا عندكم اي نصيحه بتحبوا توجهوها لكل الاهل اليوم، لانه هن الاساس عند حث الاطفال. في اولاد بتخلق بتحب الكتب، بتطلب انه تقرا كتب، وفي اولاد بديك تعلميها، فشو نصيحتك نور للاهالي اللي عم يحضرونا؟ ما فينا نحب شيء اذا مش عارفين انه رح يفيدنا، الأهل لازم يكونوا جربوا ياخذوا هيدا الشيء، يجربوه هن يطبقوه مثل ما ذكرت التطبيق العملي، يطبقوه يجربوا هن بإيدهم، وأول ما رح يحسوا قد ايه إفادة القراءة بحياتهم رح تغير، أكيد رح يحبوا يغيروا لأولادهم. طيب ندى، إذا جربنا نحن قد ما فينا إنه نعرف أولادنا على الكتاب أو نقدم لهم كتب تيقروها، بس ما حسينا إنه عندهم هن بعد عدة محاولات ما عندهم هيدي الرغبة، كيف فينا نعزز الرغبة عندهم؟ يعني أنت ضربتي على الوتر، لأنه أنا عندي بأولادي واحد بحدا بحب يقرأ وحدا ما بحب بيقرا. فالطريقه اللي عم بعتمدها معه اللي هي كمان اذا بدك تعلمناها او استنتجناها من الايزوتيريك، عم خليه هو يكتب ويقريني هو شو عم يكتب، وعم بقرا له انا وعم مثل له اياها. بهيدي الطريقه عم خليه شوي يكون عنده حشريه اكثر، بعزز له شوي المحبه اكثر، وبنفس الوقت فرجيه انا انه قد ايه انا عم بستفيد من هالكتاب. يعني انا بقرا كتاب وبيجي انا عم خبره اياه انه هيدا بيحكي عن هيك وهيك وهيك، وبقرا له كم مقطع منه تفرجيه قد ايه انا استفدت وقيمه هالكتاب. بهيدي الطريقه شوي وشوي بيصير بحب وبتشجع انه يقرا. بس اهم شغله لما نروح على البيت بعد الشغل ما نكون زهقانين وتعبانين ونعطي الاولاد الايباد بس تيحلوا عنا او حتى يبعدوا. خليه هذا الوقت يكون كواليتي، وعن جد نعطيهم للاولاد الوقت اللي هن بيحتاجوه، لانه هيدا اهم شيء قبل الاشياء الثانيه. طبعا للاسف يعني الاهل لازم يعملوا جهد كثير كبير بهيدا الخصوص. بعرف انه ايام صارت صعبه والكل الاهل بيشتغلوا وبيجوا تعبانين، بس اذا ما اعطينا على القليله نص ساعه من وقتنا لاطفالنا بنخسرهم بعدين. انا بدي اشكركم واكيد اتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله هالسلسله ما توقف، ومن موضوع الى موضوع اخر. فكرتوا بالمواضيع الثانيه، يعني حطيت الشيء موضوع براسك، حبيت من بعد الالوان وقوس القزح ومن بعد الماء والهواء كمان شو حابين تكتبوا؟ انا صراحه احب اكتب شوي عن الذاكره، يعني كموضوع عن الذاكره او الذكاء، لانه هيدا الشيء بحسه بشجع وبيفيد كثير الاولاد بهالعمر، لانه الذاكره اذا كانت قويه عند الاطفال معناتها بتطمني وبتقدري ساعتها تشتغلي على الشغلات الثانيه على امور اخرى. نور فكرتي بشيء معين؟ هو في بس بعد ما انا مأكدة اذا هيدا هو باي اطار بدي اكون عم بحطه، بس اكثر الولد تيستفيد من الشيء اللي عنده بده يفهم شو هو، فاكثر نفسر له مثل شو الماء شو الهواء، يعني اكثر كتاب تعريفه كيف هو بيقدر الامور الحياتيه اللي حواليه يقدر يفهمها بطريقه افضل. شكرا لكم نور طايع عدكاش، شكرا كمان ندى شحاده، وبتمنى لكم كل التوفيق واهلا وسهلا فيكم بصباح الخير. يعطيك العافيه، ميرسي.